اليوم رح نعمل أكتر مزارع مهمة كتير تكون موجودة بعالم ماينكرافت، خصوصا إذا بدك تسهل حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بكم فيديو جديد. اليوم ما حكون بكنوبة، اليوم رح أعلمكم أسهل 5 مزارع ممكن تعملوها بماينكرافت. كالعادة إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تسوي الشير واللايك والسبسكرايب، وشكرا كتير 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 من كل قلب على كل الكومنتات الحلوة تركتوا لي بالفيديو الماضي، وآسفة كتير على التأخير اللي صار. إن شاء الله هذه آخر مرة بتأخر لأنزل فيديو. من يوم وطالع حيكون في فيديوهين لثلاث فيديوهات كل اسبوع. واخر اشي ما تنسوا تكبسوا السبسكرايب، خلونا نوصل 100,000 سبسكرايبر، وبترككم مع الفيديو. يلا باي. اول مزرعة بدنا نعملها هي مزرعة كتير مهمة تكون موجودة، اللي هي فرن الالي. اوكي، اول اشي بدنا اياه برميل، بعدين بدنا هوبر، بعدين فرن، بعدين هوبر، بعدين كمان هوبر. ايش في؟ تخيلوا بس هيك، ان شاء الله يعني ان شاء الله اني اعرف اعملها. سو اول اشي عمله هو حط بيرل هون، بعدين حط هون هوبر. وش تبي؟ وش تبي؟ بعدين بدنا نحط هون فرن، بعدين بدنا نحط هون هوبر. هاي روح من هون كريزي. بعدين هون كمان بدنا نحط هوبر، وبعدين اعتقد هون بدنا نحط بيرل، واخر اشي بدنا نحط هون بيرل. الله الله عملنا. بعدين بضل علينا بس انه نجيب بقر. هاي بقرة كيفك؟ Not good. موتوا موتوا موتوا. انا كتير اسفة. موتوا موتوا. انا اسفة. اوكي، على كل اللي علينا انه نحط اللحمة هون ونحط الفحم هون. وبيشتغل. اوه ماي جاد. بس نعمل حركات ديزاينية وبنحط هاي هون، بنحط هاي هون. هلا بس يستوي من هون بيطلع عنا على طول هون جز. الله. وقتها بتيجوا بترموا اي اكل عندكم يا بدكم تعملوه هون، وبتروحوا بتختفوا، وبعد فتره بترجعوا بتلاقي كل اشي جاهز عندك هون. الى المزرعه الثانيه. المزرعه الثانيه هي مزرعه بتقدر تعمل فيها شو ما بدكم، قمح، بطاطا، جزر. اول خطوه بدنا حجر، بعد الحجر بنحط هاي البواب. كيله بدنا بواب، بعدين بنحط الديرت. يعني لهلا الموضوع اعتقد انه سهل. او ماي جاد، واو، لازم نجربها. اول اشي حنحط حجر، حنحط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعدين بدنا نحط التراب دور هون، فبصير عندكم هذا الشكل. اوه عملنا اول خطوه. هلا بدنا نعبيه مي. اوكي، بعد ما عملنا هي الجزئية وحطينا هون الترابز دور. لا 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 لا. هون نبلش نحط الستيرز، 1 2 3 4 5 والسادسة هون. بعدين بدنا نحط ديرت بكل هذا المكان. بعد ما نعبي هون المكان كله ديرت، وقتها بدنا نعبي هي المناطق اللي على الجنب، بدنا نعبيها مي. وهيك بيكون نص العملية صارت جاهزة. اوه. بعدين بنيجي هون بنكسر 1 2 3 4 5 6 7 8، وبنحط فيهم نفس الاشي ستيرز. وبعدين بنسكر هاي المناطق برضه بستونز. تخيلوا بعد كل هذا التعب ما تشتغل. اوه ماي جاد. هلا بعد ما تقريبا صار شبه جاهز المكان، حندخل بالموضوع الصعب اللي هو الريدستون. الله يستر. بنحط الليفر هون، بدنا نحفر هون وهون، ونحط وحده هون. نشوف شغاله. الله علي الله علي. وبدنا نحط ريدستون من هون من فوق، وبعدين هون بدنا نحفر هيك ونحط هون التورش واحد هون، وبعدين بدنا نعبي المنطقه هي كلها ريدستون. اوه شغال اشتغل اشتغل. اوه ماي جاد اشتغلت. نكبس هيك. الله يا جماعه، احتراف ماينكرافت، احتراف ماينكرافت. هلا بعد ما حطينا ريدستون وتاكدنا ان كل اشي شغال وكل اشي جاهز، حان وقت الزراعه. بعد ما خلصنا الزراعه بس حفرنا هاي المنطقه، وحفرنا هون مكان للصندوق. بنحط الصندوق هون، وبنجيب الهوبر وبنحطه هون، وهيك بيكون جاهز. صارت الآن جاهزة لنرى إذ كانت هذه المزرعة سوف تعمل أم لا. 1 2 3. أوه ماي جاد. الله.
المزرعة رقم 2 شغالة، فلننطلق إلى المزرعة رقم 3. المزرعة رقم 3 هي مزرعة أوتوماتيكية. أوتوماتيكي يعني كل اللي عليكم إنكم تزرعوا البامبو أول مرة، وبعدين بصير لحاله البامبو كل مرة تلاقوه موجود بالصندوق جاهز. أول إشي لازم نحفر، بعد ما نحفر منحط الصندوق، بعدها منحط هذا الهوبر، بعدها منحط البامبو، بعدها منحط هذا الإشي، منحط الأوبزيرفر، بعدين منعمل حركات ديزاينية. أوكي أوكي، أول إشي بدنا نعمل بدنا نحفر 1 2 3 4 5 6 7، نرجع نحفر كمان، بعدين بنرجع بنحفر هون 1 2، بنحط تشست وبنحط عليه هوبر، بعدين بنحط الريل 1 2 3 1 2 3، ومنسكره من هون. هلا لحظة الحقيقة، هل سوف يعمل ويتشتغل؟ اشتغل! لهلا هيك الوضع تمام. بعدها منغطيه بجراس كل المنطقة هون، منحط البامبو هون، بعد البامبو بدنا نحط ستونز هون، وفوق الستونز رح نحط الاشي الغريب هذا اللي انا مش قادرة احفظ اسمه. واخر اشي بدنا نحط الاوبزيرفر، بعدين بدنا نحط نرجع نحط ستونز هون مرة تانية، ومنحط عليهم الريدستون، واخر اشي بصير لازم نعمل بس الحركات الديزاينية. الله، هلا ضلت لحظة الحقيقة، هل حيشتغل او ما حيشتغل؟ الله، اشتغلت اشتغلت. المزرعة الرابعة هي مزرعة بطيخ ويقطين، برضو اوتوماتيكية. اوكي، اعتقد ان الموضوع سهل. اول اشي منقرر من نحطهم، منحط 1 2 3 4 5، بعدين بنحط ستون حوالين الجراس اللي عملناه، بعدين بنقيم هاي البلوكاي الموجوده بالنص وبنحط مكانها مي، بعدين بنحط اوبزيرفر 1 هون و1 هون، وبنحط هذا الشيء 1 هون و1 هون، بعدين بنحط ريدستون ورا الاشياء الغريبه هاي، بعدين بنيجي لهون بنحفر هاي المنطقه اللي قدام، بنجيب تشست بنحط 1 هون و1 هون، بعدين بنجيب الهوبر بنحط 1 هون و1 هون، بعدين منبلش بشغل الديزاين، وهلا مننتظر نشوف اذا المزرعه شغاله ولا لا. ويت 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 ويت، شو صار؟ او ماي جاد، شغاله. او ماي جاد، اخر مزرعه اللي هي اعتقد حتكون اسهل مزرعه هي مزرعه بقر. اول اشي بنحفر، بنحط صندوق هوبر، اوكي، بعدين بنجيب البقر، بنحط البقر بالحفره. اوكي، الموضوع سهل. منبلش اول اشي منحفر، حط هون الصندوق، منحط هون الهوبر، منحط هون ستون، هون ستون، هون ستون، وبعدين منحط الدرجات. مين اول بقرة بدها تيجي معي؟ تعالي انتي. وعي بالحفرة. عملناها، اول بقرة وقعت بالفخ. البقرة الثانية، بقرة، وعي بالحفرة. الله، لقد وقعت البقرة الثانية. بعدين منجيب فنس، منحط اول واحد هون والثاني هون بس عشان نتأكد انهم ما يطلعوا من هون، بعدين منحط مي. هلا اخر اشي بدنا نعمله والخطوة الاهم، انه بدنا نضل نطعم البقر. اوكي، ويت ويت ويت، بلشوا يموتوا. اوه ماي جاد، شغالة. الله، طلعوا كل المزارع اللي عملناهم. انني فخورة بنفسي. اعتقد ان هيك بكفي لليوم. اذا عجبتكم المزارع اللي عملناها وحابين اني اعمل فيديو تاني بافكار مزارع تاني برضو، اكتبولي تحت بالكومنتات، وبشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي.